وبركاته. حد سامعني؟ أنا عايز متطوع معايا النهاردة. عايز متطوع معايا النهاردة يكون حابب إن هو يجرب الأوفيس ويب أبس، ويفضل إن هو يكون عنده أوفيس 2010، ويجب أن يكون عنده إيميل على هوت ميل أو ويندوز لايف، أو إحنا بقينا نسميه ويندوز لايف أي دي. ابعت لي الويندوز لايف أي دي بتاعك على البرايفت دلوقتي. في مشكلة في الصوت؟ حد مش سامع؟ حد مش سامع؟ طيب تمام. الرجاء ممن يرغب في تجربة مايكروسوفت وورد ويب آب أن يقوم بمراسلتي على الخاص ببريده الإلكتروني. اوكي النهارده هيبقى في شغل كتير قوي مش موجود في اوفيس 2007. بس لا، بس الاوفيس ويب ابس موجودة عادي، مش شرط يكون معاك اوفيس اصلا. طيب هو يفضل الآن علشان احنا هنشتغل. جزء من المحاضرة النهارده قائم عليكم مش عليا انا. طيب اوكي انا هكتفي بواحد كمان زيادة ممكن يكون عايز يشترك معانا في اللي احنا هنعمله. لا سكايب ما ينفعش. هقول لكم على لحظة واحدة.
نكتفي بهذا القدر مؤقتا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله حد عنده أسئلة؟ وقت ضايع في إيه؟ وقت ضايع في ايه؟ مين اللي بيسأل فيه وقت ضايع؟ الوقت ضايع فين؟ طيب العشر دقايق دي احنا كنا بنلعب فيهم؟ ما هو ضايع ده يعني مفيش فايدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بجاوب على أسئلة الناس اللي بتسأل، وبحاول أخد ناس متطوعة ناس متطوعة تتعاون معايا في موضوع معين عايز اوصله للناس. تمام؟ هنقول موضوع دلوقتي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن sharing documents أو مشاركة الملفات إزاي تشارك الملف بتاعك مع الناس، وإزاي أكتر من مجموعة co-author زي ما احنا بنسميها، إزاي تخلي مجموعة معينة متكاملة تشتغل على ملف واحد زي ما احنا هنعمل كمان شوية. اول ما نتكلم عن الشيرينج، الطريقة التقليدية بتاعت زمان علشان تعمل شيرينج للدوكيمنت بتاعك انك تطبعه، تمام؟ فاحنا اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الطباعة. تمام؟ طباعة الملفات المفروض ان الشيرينج هيشتغل في خلال بين لحظة واخرى دلوقتي. كده المفروض ان كل حاجة شغالة تمام. هستأذنكم بس لحظة واحدة اشوف موضوع الصوت اللي بيقطع ده. اللي عنده الصوت بيقطع ممكن يكون لو هو بيعمل داونلود يوقفه، او هو مشغل اي حاجة تانية على الانترنت بتستهلك جزء من السرعة ياريت يوقفها علشان الصوت ما يقطعش. تمام؟ تعالوا نتكلم عن البرينت. انا عندي ملف زي ده عايز اطبعه، اوكي؟ الطبيعي المفروض قبل ما اطبع الملف او قبل ما اشارك الملف مع اي حد تاني
لازم اراجعه مثلا، اشوفه اشوف السبيلنج بتاعه مظبوط، في كلمه فيها غلط، في كلمه فيها حرف ناقص او حرف زياده او حاجه زي كده. بعمل الكلام ده في اوفيس 2010 ازاي؟ باجي من ريفيو تاب، اول جروب على الشمال بروفينج، اختار منها سبيلنج اند جرامر. اول ما كليك على سبيلنج اند جرامر هلاقي ظهر قدامي سبيلنج اند جرامر دايلوج بوكس، تمام، وهلاقي البرنامج بدأ يدور على الاخطاء الموجودة في الملف بتاعي ويصلحها تلقائيا او يعرض علي اختيارات الاصلاح او اختيارات التعديل. كاتب لي مثلا if no resolution، طبعا المفروض resolution المفروض في ايه هنا، اوكي. هو كاتب لي اقتراحات من ضمن من الاقتراحات الموجوده في الديكشنري بتاعه في البيلت ان ديكشنري في اوفيس 2010، اوكي. من ضمن الاقتراحات resolution و solution و resolutions، اوكي. دي الاقتراحات اللي موجوده، انا ممكن اختار منها resolution، ولما اختار الاختيار اللي انا عايزه هلاقي قدامي اكتر من تطبيق. ممكن لو قلت له تشينج، اوكي، لو قلت له تشينج هيصحح الكلمه دي في هذا الموضع فقط، تمام. لا، انما لو قلت له تشينج اول هيصححها في الموقع ده او في المكان ده في الدوكيمنت، ومش هيسالني عليها تاني، هيصلحها لو هي متكرره في اكتر من مكان في الدوكيمنت بتاعي، هيصلحها في كل الاماكن اللي موجود فيها الكلمة دي. لو مكتوبة بطريقة غلط هيصلحها في كل الدوكيمنت ومش هيسألني عليها تاني او مش هيظهرها لي تاني، تمام. يبقى تشينج هيغير الكلمة في الموضع ده بس، تشينج اول هيغيرها في جميع المواضع في الدوكيمنت بتاعنا، تمام. طيب لو الكلمة دي صح، لو انا الكلمة بتاعتي دي صح او الكلمة اللي انا استخدمتها دي صح، بس اساسا وورد ما يعرفهاش او ما يعرفش انها صح، او انا متعمد ان انا اكتبها كده بطريقة ما، يمكن مثلا علشان لما اطبعها حد هيصححها او حد هيشوفها يصلحها تاني، تمام. ممكن تكون از تيست مثلا لحد معين هطبعها واقول له طلع الكلمات اللي حروفها غلط، او طلع الكلمات اللي فيها خطأ في الكتابة او خطأ في الاملاء وهكذا، تمام. اعمل ايه ساعتها؟ ممكن اقول له، اقول للبرنامج ignore once، تمام. ignore once يعني تجاهل هذا الخطأ اللي انت شايفه في الكلمة دي المظللة بالاحمر دي، تجاهل الخطأ ده مرة واحدة بس في المرة دي، تمام. لو لقيته بعد كده اسألني عليه تاني، تمام. طيب امال ignore all ايه؟ تجاهل الخطأ في جميع انحاء الايه؟ الدوكيمنت بتاعي، تمام. طيب يعني لو الخطأ ده متكرر في الدوكيمنت ما تسألنيش عليه تاني لو شفته بعد كده وما تصلحوش، تمام. ما تسألنيش عليه وما تصلحوش، انا عايزه كده، تمام. ممكن لو كلمة مثلا اسم شركة او حاجة زي كده او مصطلح، الورد ما يعرفش كل المصطلحات الطبية وكل المصطلحات الرياضية والهندسية وهكذا، مش شرط يكون عارفها كلها، او كلمة لاتيني مثلا وانت مش مسطب لاتيني او ان او مش قاري لاتيني وهكذا، ممكن استخدم ignore once علشان اتجاهل الخطأ الحالي الظاهر قدامي، او ignore all علشان اتجاهل جميع تكرارات الخطأ جوه الدوكيمنت. طيب add to dictionary، لو قلت له add to dictionary هيتجاهل الخطأ ده في جميع الدوكيومنتس كلها، هيضيف الكلمة دي للقاموس اللي بيصحح من خلاله وهيعتبرها صح بعد كده، مش هيشوف انها غلط اصلا، تمام؟ هيعتبرها زي اي كلمة عادية صح هو عارفها. الكلام ده لو قلت له ايه؟ add to dictionary، تمام؟ طيب انا هنا هختار ايه؟
change. اوكي طيب اول ما قلت له change اوتوماتيك نقلني على الخطا اللي بعد كده في الدوكيمنت، يبقى هو بيلف في الدوكيمنت كله علشان يعمل تشيك على السبيلنج والجرامر. اوكي طيب دايما اخطاء السبيلنج بتبقى ظاهره هنا باللون الاحمر وبيبقى تحتها خط احمر في الدوكيمنت، اخطاء الجرامر بتظهر هنا باللون الاخضر وبيبقى تحتها خط اخضر في الدوكيمنت بتاعنا. اتفقنا؟ تمام. طيب تعالوا نعمل الكلام نفس الكلام ده في الخطأ تاني. الخطأ التاني These rules and regulations govern day to day activities at as of the date above. اوكي المفروض دي regulations في حرف اليو هنا. اوكي هلاقي تحت السجيشنز او الاقتراحات هاي الورد اداني اكتر من اقتراح. تمام انا هختار الاقتراح اللي انا شايفه او اللي انا عايزه او اللي انا اقصده واقول له ايه تشينج او تشينج اول، او لو عايز اضيف الكلمة دي للقاموس بتاعي اقول له ايه add to dictionary، او لو عايز اسيبها زي ما هي كده اقول له ignore once او اجنور اول لو مش عايزه يسالني عليها تاني لو قابلها في الدوكيمنت ده. اوكي انا هقول له فرقه طيب ايه الخطا اللي بعد كده؟ The maintenance, repairs and replacement structure of all apartments is the responsibility of the owner. ده خطأ في الجرامر. تمام؟ زي ما احنا شايفين ان ده خطأ في الجرامر ظاهر الكلمة بالاخضر المفروض تكون ايه؟ are هي is والمفروض تكون are. تمام؟ يبقى دي خطأ في الجرامر ظاهر قدامنا اهو. لو عايزين نصححه نقول له ايه؟ change. طب لو قلنا له ignore once هيتجاهل هذا الخطأ المرة دي، بس لو لقاه بعد كده هيعمل ايه؟ هيسألني عليه تاني. طيب ignore rule بعد كده لما يلاقيه في أي document هيتجاهل القاعده دي او مش هيعتبرها خالص كانه ما يعرفهاش، وهيلاقي ايز زي ار وهيسيب ايز زي ما هي، مش هيعلمها او مش هيعمل لها مارك على اساس انها ايه خطا. تمام لو قلت له تشينج هيخليها ار. تمام وهينقلني على الخطا اللي بعدها. طيب the word is absolute اذا solved of all obligation to perform the necessary repair or replacement at the board's expense. تمام؟ طيب all obligation جميع الالتزام ولا جميع الالتزامات؟ طبعا جميع الالتزامات، يبقى المفروض obligations دي تكون جمع، ده خطأ في الجرامر زي ما هو شايف وعايز يصلحه. طب لو قلت له ignore rule مش هيسألني عليها بعد كده، لو لا اقول وبعدها اسم سنجل او مفرد او سنجلر مش هيسألني عليها بعد كده، مش هيقول لي ان دي غلط، فانا هقول له ignore once ومش هقول له change عادي جدا. تمام طيب 51 days of the due date a notice. طبعا العلامة دي من ضمن علامات الترقيم، وعلامات الترقيم الأخطاء فيها بتبقى جرامر. تمام هو بيقول لي ان المفروض العلامة المستخدمة تكون ايه؟ سيمي كولون بدل كوما. لو انت عايزها تبقى كده استخدمها كده، لو انت عايز تغيرها قول له ايه؟ change. طيب explain اشرح الايه
الخطأ ده او اشرح ايه الغلط، هو دي ليه غلط. ممكن انا مش عارف انها غلط فعايز اقول له هي غلط ليه، لو قلت له explain هيفتح الهلب ويشرح لي ليه هو قال ان دي غلط وليه هو قال ان الصح بتاعها كذا وكذا وكذا. تمام؟ لو قلت له change هيغيرها، لو قلت له ignore once هيتجاهل هذا الخطأ ويسيبها زي ما هي. طيب ما لقاش اي اخطاء تانية فاظهر لي رسالة the spelling and grammar check is complete. تمام؟ انتهى التدقيق الاملائي والايه والنحوي زي ما بيسموه بالعربي. فهقول له اوكي كده انا خلاص متأكد ان الدوكيمنت بتاعي في جميع صفحاته من اوله لاخره مفيش اخطاء املائية ولا نحوية، اقدر اطبع براحتي بقى. والطباعة في اوفيس 2010 بتختلف اختلاف كلي وجزئي عن اوفيس 2007. يمكن اللي حضر معانا اول محاضرتين واحنا بنتكلم عن الفروق بين اوفيس 2010 و 2007 والفيتشرز الجديدة في اوفيس 2010 تمام هيلاقي هيعرف ان احنا اتكلمنا عن البرينتينج، وقلنا ان البرينتينج مختلف عن اوفيس 2007 من خلال الفيتشرز اللي بيقدمها لنا باك ستيج فيو، بحيث اننا طالما بقى عندنا باك ستيج فيو بقى نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل تاب مخصص من الباك ستيج فيو للبرنت، مش مجرد دايلوج بوكس صغير كده، لا احنا بقى عندنا لما تكليك على الفايل تاب علشان تظهر الباك ستيج فيو هتلاقي تاب اسمه برنت. من مميزات التاب ده او من اهم الخصائص التي تميز هذا التاب البرنت انك ظاهر قدامك الورقة اللي انت هتطبعها في نفس الوقت الذي تطبع فيه، يمكن لاول مرة في تاريخ مايكروسوفت اوفيس. تمام؟ هنلاحظ اننا واحنا بنعمل برنت الشاشة مقسومة قدامنا جزئين، الجزء اللي على الشمال فيه البرينتينج سيتينجز او خصائص الطباعة او اعدادات الطباعة اللي احنا هنظبط بيها الورقة او هنظبط بيها شكل الورقة بتاعنا، وعلى اليمين الجزء الخاص باظهار الورقة او معاينة الورقة للطباعة. تمام؟ لو بصينا اصلا في اوفيس 2010 يمكن برضو في المحاضرات الاولى اتكلمنا عن النقطة دي، الا وهي ان اصلا ما عندكش في الديالوج بوكس او في الاوفيس 2010 ما عندكش في الوورد حاجة اسمها نورمال فيو، عندك اول حاجة برينت لاي اوت اللي انت بتستخدمه الديفولت. تمام؟ كان في اوفيس 2007 عندك نورمال و برينت لاي اوت. تمام؟ دلوقتي ما بقاش عندك نورمال خالص، بقى عندك برينت لاي اوت بس، يعني كل اللي انت بتكتبه بيعتبر معاينة للطباعة تلقائية. فلما تيجي تطبع من فايل تختار برينت تمام هتلاقي قدامك صورة الورقة اللي انت عايز تطبعها او صورة الدوكيمنت اللي انت عايز تطبعه زي ما هيطبع بالظبط. طيب في نفس الجزء اللي على اليمين لو بصيت تحت ركن الورقة الشمال كده هلاقي رقم مكتوب 1 of 8، الورقة الاولى من 8 ورقات، يبقى الدوكيمنت بتاعي هيتطبع على 8 ورقات، هو مكون من 8 صفحات، فكل ورقة هتطبع فيه صفحة. تمام؟ هرجع للترين تاني. طيب هلاقي عندي اسهم next page و previous page، بحيث انك تقدر تتفحص كل الورق بتاع الدوكيمنت هيتطبع ازاي. تمام؟ من الورقة الاولى الى الورقة الاخيرة. طيب مش كده وبس، انت كمان تقدر تتحكم في شكل او في حد ظهور طريقة ظهور الورقة قدامك من خلال الزوم، زي ما تقدر تعمل زوم في الدوكيمنت تقدر تعمل زوم قبل ما تطبع. تمام؟ طيب
ممكن تكبر الزوم بحيث انك تعمل فوكس على جزء معين من الورقة وتسكرول بحيث انك تشوف الجزء ده هيتطبع ازاي او هيبقى واضح او ولا لا وهكذا. تمام، ممكن تكبر زي ما انت عايز، تعمل زوم زي ما انت عايز لحد 500% زي ما احنا عارفين في الوورد. تمام، طيب وهكذا. ممكن كمان تصغر بحيث انك تقدر تعمل اوفر فيو، نظرة عامة كده على الدوكيمنت بتاعك هيتطبع ازاي، الثمان ورقات في نفس الوقت. اوكي، طيب يبقى انت كده عينت الدوكيمنت بتاعك. طيب لو عايز ترجع للحجم الطبيعي اللي هو ورقة كاملة في الصفحة، تقدر تكليك على البوتون اللي جنب الزوم سلايدر ده، زوم تو بيج. اول ما تكليك كده هتلاقيه رجع اظهر لك تاني ورقة واحدة بس بكامل الصفحة زي ما انت متعود. طيب انا عايز ارجع لاول صفحة، ممكن اكتب هنا مكان الرقم 8 ده، اكتب ايه؟ 1 وانتر، هيرجعني لاول صفحة تاني. تمام؟ طيب تعالوا نرجع للجزء الايسر من البرينت بيج في الباك ستيج فيو. هنلاقي نفس السيتنجز اللي احنا يمكن كنا متعودين عليها قبل كده، ولكن بشكل جديد مدمج في الباك ستيج، ما بقتش في ويندو منفصل او دايلوج بوكس منفصل زي ما كنا في اوفيس 2007 او 2003، لا هي بقت صفحه انتجريتد جوه الباك ستيج، تقدر تختار منها عدد النسخ اللي انت عايز تطبعها. اوكي، ممكن تحركها بالاسهم كده او تكتب الرقم اللي انت عايزه، مثلا عايز اطبع 15 نسخه، 50 نسخه، اي حاجه. طيب لو عندك كمان اكتر من برينتر تقدر تختار البرينتر اللي انت عايزها، مثلا لو عندك برينتر ابيض واسود وبرينتر الوان، تقدر تختار البرينتر اللي انت عايز تطبع عليها من هنا. اوكي، وتقدر تعمل اد لبرينتر لو انت مش شايف البرينتر اللي انت عايز تطبع عليها. تمام، انت وتقدر تتحكم في البروبرتيز بتاعت البرينتر بتاعتنا. اوكي، طيب انت هتطبع انهي صفحه؟ هل هتطبع كل الصفحات؟ print all pages، طباعة كل الصفحات في الدوكيمنت. طيب print current page، طباعة الصفحة الحالية. او print custom range، يعني طباعة جزء معين من الصفحات او عدد معين من الصفحات، مثلا الصفحة. تمام، كل البروبرتيز اللي نقدر نجيبها من انفو تاب زي ما اتكلمنا قبل كده تقدر تطبعها. تمام، طيب لو اخترت print custom range، ممكن اكتب البيجز اللي انا عايز اطبعها في المربع ده كده جنب كلمة pages تحت print custom range. اقدر مثلا اقول له من 1 إلى 5. اوكي، طب امال ايه العلامة دي؟ العلامة دي لو شفتها في اي مكان في اوفيس 2010 معناها ان انا اول ما اقرب منها كده بالماوس هيقول لي ايه؟ هيقول لي ارشادات معينة عن استخدام الامر ده واستخدام الجزء ده من البرنامج. تمام؟ هو بيقول لي في الملحوظة دي ان انا اقدر استخدم مثلا من 1 لـ 5 واكتب كوما كده وبعدها 6، يبقى انا مثلا كده او 8 مثلا، يبقى انا كده هطبع الورق من الاولى للخمسة وبعدين الثامنة. تمام؟ وهكذا. طيب
ممكن مثلا اقول له من الاولى للثالثة ومن الخمسة الى السبعة، يبقى انا اخترت هطبع واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة، واشيل كام؟ اربعة وثمانية كمثال. تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبة لي الرينج اللي هختاره وانا بطبع، تمام؟ سواء all pages او selection زي ما شفنا الجزء اللي انت ممكن تعمل عليه select كده هو ده اللي تطبعه بس. تمام؟ او current page الصفحة الحالية فقط، او custom range نطاق او مجال مخصص انت عايز تطبعه. تمام؟ ده بالنسبة لي انت هتطبع جزء انهو جزء من الدوكيمنت. طيب يا ترى انت هتطبع على وجه واحد من الورقة ولا الوجهين؟ تقدر تختار انك تطبع على وجه واحد من الورقة او تطبع على الوجهين من الورقة. تمام؟ بحيث ان هو اول ما يطبع على الوجه الاول على حسب خصائص البرينتر بتاعتك هينبهك انك تقلب الورقة على الوجه التاني، او البرينتر ممكن يكون من الخصائص بتاعتها انها بتطبع على الوجهين اوتوماتيك. طيب ايه كوليتد دي؟ لو اخترت كوليتد يبقى هيطبع الورق المتكرر او المستند او الدوكيمنت متعدد الصفحات، هيطبع كل الدوكيمنت ورا بعضه. تمام؟ يخلص النسخة الاولى وبعدين يرجع يطبع من الاول النسخة الثانية، وبعدين يرجع يطبع من الاول النسخة الثالثة وهكذا. طيب لو اخترت uncollated هيطبع الورقة الأولى بعدد النسخ اللي انت حددتها، وبعدين يطبع الورقة التانية بعدد النسخ اللي انت حددتها وهكذا. طيب دي تفيدني في ايه؟ لو انت مثلا واخد امتحانات مثلا بتاعت اكتر من مادة، تمام؟ الامتحانات دي هتتوزع في لجان مختلفة في اوقات مختلفة في ايام مختلفة، فانت محتاج تطبع كل امتحان منفصل عن التاني، تمام؟ فهتختار ايه؟ uncollated، بحيث ان مثلا او هتختار collated بقى لو الامتحان بتاعك اكتر من ورقة كل نسخة تبقى لوحدها، او بتطبع جدول اعمال مثلا كل واحد هياخد منه ورقة. تمام؟ طيب انما لو بتطبع دوكيمنت كتير كل واحدة لوحدها او كل حاجة منفصلة او مش لازم يكونوا متجمعين، ممكن تختار الورقة الاولى لوحدها بتاعت الامتحان ده، او الورقة التانية بتاعت الامتحان التاني، او الورقة التالتة بتاعت الامتحان التالت، بحيث ان مثلا كل امتحان يكون لوحده تكون الورقة بتاعته ايه؟ موجودة لوحدها. لو احنا زي لو احنا بنشوف مثلا لو دخلنا لجان امتحان في الجامعة او في المدرسة، لو الامتحان ورقتين وبيتجاوبوا في نفس اللجنة، ممكن تلاقي المراقب بيوزع عليك الورقة الاولى الاول وبعدين يوزع عليك الورقة الايه؟ التانية. تمام؟ لو وزع عليك الورقة الاولى لوحدها والورقة التانية لوحدها يبقى هو اختار في البرنت اختار ايه؟ uncollated، لان كل ورقة النسخ بتاعتها مالها ورا بعضها، الاولى 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 وبعدين التانية 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 وهكذا. انما لو لقيته بيوزع عليك كل الامتحان مره واحده ياخد الورقتين ورا بعض كده، يبقى هو طبع المستند او الدوكيمنت بتاع الامتحان ايه؟ كوليتد، الورقه الاولى والثانيه والثالثه، وبعدين دي النسخه الاولى، وبعدين يطبع النسخه الثانيه الاولى والثانيه والثالثه وهكذا. تمام؟ ده بالنسبه لي كوليتد وان كوليتد. طيب بعد كده انت عايز تطبع الورقه بالطول ولا بالعرض زي ما احنا بنسميها؟ بورتريت ولا لاندسكيب؟ بورتريت اللي هي بالايه؟ بالطول، ولاندسكيب اللي هي بالعرض كده. تمام؟ طيب انا اخترت بورتريت، هلاحظ ان هنا
الورق 8، طب لو اخترت لاندسكيب هلاقي الورق بقى 11، يبقى حجم التكست او النص هيختلف على حسب طريقة العرض. تمام؟ لازم اراعي النقطة دي كمان. طيب ايه هو مقاس الورق اللي انت عايز تطبع عليها؟ ايه هي مقاس الورق اللي انت حاططها في البرينتر؟ الورق بتاع البرينتر على حسب استخدامه بيكون مقاسات معينة او متعددة، كل مقاس ليه استخدام معين او بيبقى معروف الورق الفلاني بيطبع على المقاس ده او المقاس ده ليه استخدام معين وهكذا. من ضمن المقاسات المعروفة عالميا لتر و A4 اللي احنا بنستخدمه هنا كلنا او اكترنا بيستخدم A4، في A5 مثلا او C5 و A3 وهكذا، في لتر وليجل اكسكيوتيف وهكذا. طيب لو انت عايز تطبع بحجم انت تخصصه تقدر تكليك على مور بيبر سايزز وتختار من هنا تحت بيبر سايز تقدر تختار كاستم سايز. تمام؟ وتكتب الارتفاع والعمق اللي انت عايزهم. طيب لو اخترت من هنا مثلا A4 هتلاقيه هو حدد الارتفاع والعمق الاوتوماتيك. تمام؟ طيب لو خليت دي مثلا 31، اوكي، اول ما تعمل كليك بره في اي حته هتلاقيه قلب كتب ايه؟ كاستم سايز، وعمل في البريفيو طبق المقاس اللي انت عايزه، خليت الورقه ايه؟ اعرض شويه. اول ما تعمل كليك بره كده هتلاقيه رجع تاني للمقاس اللي انت عايزه بعد ما ترجع. تمام؟ ممكن تظبط مقاس الورقه وانت بتطبع هنا او من البيج سيت اب. البيج سيت اب ممكن توصل له بكليك على بيج سيت اب في اخر البرنت سيتنجز وتختار منها المارجنز او هوامش الورقه زي ما احنا اتعودنا في الفيرجنز اللي قبل كده، الفيرجن او المارجن العلوي والسفلي واللي على الشمال واللي على اليمين او اليسار واليمين وهكذا. وتقدر تختار من البيج سيت اب برضو طريقه عرض الورقه او اتجاه الورقه، سواء بورتريت اللي هي بالطول او لاندسكيب اللي بالعرض وهكذا. تمام؟ دي طريقه ممكن توصل منها البيج سيت اب من صفحه برينت نفسها، تكليك على بيج سيت اب، او من الريبون في بيج لاي اوت تاب هتلاقي اصلا جروب اسمها بيج سيت اب فيها الاورينتيشن وفيها السايز وفيها المارجنز وفيها الكولومز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، وفيها دايلوج بوكس لانشر. لو عملت كليك عليه كده هتلاقي البيج سيت اب ظهرت قدامك. تمام؟ هرجع تاني للفايل واختار برنت واكمل نظرتي على السيتنجز كده. انا هختار مقاس الورقه A4 مثلا، المارجنز هقول له كاستم مارجنز اللي انا مظبطها. طيب انت عايز تطبع اخر سيتنج من ضمن السيتنجز 1 بيج بير شيت، انت عايز تطبع في الورقه كم صفحه؟ تمام؟ كم صفحه في الورقه؟ دلوقتي هو هيطبع صفحة واحدة من الدوكيمنت في ورقة واحدة. طب لو خليتها اتنين كده هيطبع كام صفحة؟ صفحتين من الدوكيمنت في الورقة بتاعتك. طيب أربعة، هيطبع أربع صفحات في الورقة وهكذا. ده بالنسبة للبرنت سيتنجز. أول ما تظبط البرنت سيتنجز بتاعتك بتكليك برنت وتلاقي البرنتر اشتغل. طبعا تأكد إن في ورق علشان ما يطلعلكش ايرور وهكذا. تكليك برنت هيطلع
هيطبع الدوكيومنت بتاعك اوتوماتيك. تمام؟ طيب تعالوا، احنا شفنا الدوكيومنت ده كده وشفنا البرنت بتاعه عامل ازاي. طيب تعالوا نشوف دوكيومنت زي ده مثلا، او بلاش ده دلوقتي، خلينا في ده. تعالوا نشوف دوكيومنت زي ده، في صور، والصفحه بتاعتنا لونها ايه، وفي كمان سمارت ارت، احنا اتكلمنا عن السمارت ارت قبل كده، وشيبس. تمام، ادي الدوكيومنت بتاعنا، فيه تكست وشيبس وفي صور ومتعدد الصفحات، والصفحات لها ايه، باك جراوند. تعالوا نعمل برنت للدوكيومنت ده كده من فايل برنت. هاي في البرنت بريفيو، هاي اول لما اخترت البرنت بريفيو او في البرنت، هلاقي الصفحه الباك جراوند بتاعتها لونها ابيض. تمام، طيب انت ممكن تكون عامل باك جراوند او الكالر ده في الصفحه بتاعتك للبريفيو على الكمبيوتر، ممكن لما تكون عايز تطبعها انت اوريدي حاطط ورق ملون فهتطبع عليه لو عايز تطبع. طب لو انت مش حاطط ورق ملون وعايز تطبع بالالوان وعايز تطبع الوان الصفحه تعمل ايه؟ تمام، طبعا بتبقى مكلفه او بتستهلك حبر كتير، فيفضل انك تشتري ورق ملون وتطبع عليه. طب لو ما عندكش ورق ملون دلوقتي ومضطر انك تطبع بتعمل ايه؟ باجي عند فايل واختار من اوبشنز، اكليك على اوبشنز واختار ديسبلاي. تمام، لما اختار ديسبلاي هلاقي اخر جزء في الصفحه بتاعت ديسبلاي في الاوبشنز برينتنج اوبشنز. تمام، وهلاقي اول علامه صح، برنت دروينجز كرييتد ان وورد، اطبع الرسومات والصور والحاجات دي كلها اللي موجوده في الوورد ومتعلم عليها صح علشان يطبعها. طيب تاني اختيار برنت باك جراوند كولرز اند ايمجز، اطبع الوان الالوان والصور اللي موجوده فين، في خلفيه الدوكيومنت بتاعك. لو علمت عليها صح كده وقلت له اوكي ورحت للبرنت بريفيو بتاعك، هتلاقي الدوكيمنت الصفحه فيها ايه، ملونه. تمام، يبقى لو عايز تطبع الالوان وما عندكش ورق ملون مثلا، او عايز تطبع الالوان اللي في خلفيه الصفحه، او انت حاطط باك جراوند معين للصفحه وعايزه يظهر في الطباعه، تقدر تعمل ايه، تظبطها من اوبشنز، تختار ديسبلاي، وبعدين تعلم على تحت برينتنج اوبشنز تختار ايه، برنت باك جراوند كولرز اند ايمجز. تمام، انا مش عايز اطبع، انا اوريدي بحط ورق ملون، لو هطبع اقول له اوكي، ارجع تاني فايل وبرنت، هلاقي الورقه رجعت لونها ايه، ابيض تاني، هيطبع ابيض بس. لو الورقه بتاعتك ملونه اوكي هتطلع ملونه طبعا، انما لو الورقه بتاعتك اللي انت حاططها في البرينتر حاطط ورق ابيض في البرينتر، هيطبع ورق ابيض عادي جدا. تمام، طيب ده بالنسبه للبرنت. انا هفصل الشير دلوقتي، لو حد عنده سؤال احب اسمعه. ايه رايكم في البرينتنج في اوفيس 2010؟ لا، لو عايز اطبع الورقه رقم 7 بس، بختارها منين؟ بختارها من برنت اول بيجز، تحتها كلمه بيجز
صح؟ تحتها كلمة بيجز اكتب الرقم 7 بس، اكتب البيج الرقم 7 بس. لو عايز اطبع كلك مقلوب ازاي يعني؟ مش فاهم، مش فاهم يعني ايه مقلوب. مايكروسوفت وورد ويب اب هتكلم عنه دلوقتي حالا. في الشركة لما بتحتاج تطبع ايه؟ مقلوبة ازاي؟ مراية علشان تقراها. طيب انت الكلام ده ممكن، الكلام اللي انت اللي محتاج مراية علشان تقراها دي ممكن تستخدم حل ظريف جدا، ممكن تحطها في شيب وتقلب الشيب. فاكر لما اتكلمنا عن الشيبس مش قلنا فليب؟ صح. فاكر لما اتكلمنا عن فليب للشيب وروتيت؟ ممكن تكتب الكلام في شيب وتقلبه. كفكره يعني. I want to install service pack 3 to get office 2010 from where I can get from where can I get it? You use Windows XP? Are you using Windows XP? You can go to Microsoft Windows Update. Give me one moment, I will try to send you the link. اعمل اختار كاستم، اختار كاستم. لو عايز اطبع بمقاس اصغر من الموجود في لاي اوت اختار كاستم. مش فاهم وان بيج بير شيت؟ لو عايز تطبع صفحتين في الورقه، لو عايز الورقه ما تاخدش الصفحه كلها، لو عايز الورقه تاخد نص الصفحه، لو عايز الصفحه بتاعتك من الدوكيمنت تاخد نص الورقه المطبوعه. فاكر الورق بتاع امتحانات الانجليش بتاع الثانويه العامه مثلا كان بتبقى الورقه معموله ازاي؟ كانها متقسمه عمودين كده نفس الايه، في نفس الورقه. تمام. عفوا. حد عنده أسئلة تانية؟ اوكي حاضر. الناس اللي فاتتها المحاضرات، المحاضرات موجودة على اليوتيوب.
في امكانية ان انا اخلي صفحة مثلا رأسي والصفحة التانية لاندسكيب؟ اه ممكن. اللي كان طالب، كان في حد طالب ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3، ده اللينك. مين شغال اي سي دي ال شغال على اوفيس 2003؟ اه صح. اكسل دعواتكم. دعواتكم ربنا يسهل، وان شاء الله باذن الله هنحاول نبدا كده. ايه استخدام الماكرو في الاوفيس؟ موضوع كبير. السؤال الخاص بي ازاي اقدر اخلي صفحه لاندسكيب وصفحه وصفحه بورتريت؟ اقدر من ان انا اطبع او ان انا اطبق السيتنجز بتاعه البيج سيت اب على سيكشن معين. تمام. انا كنت شرحت اي سي دي ال قبل كده، المفروض المحاضرات موجوده على على قناه اليوتيوب بتاعه الاكاديميه. كنت شرحتها قبل كده من حوالي 3 شهور. تمام. او السيتنجز بتاعت البيج سيت اب على سيكشن معين، اخلي السيكشن ده لاندسكيب والتاني بورتريت. تمام. حد عنده اسئله تانية؟ عفوا. غالبا ان شاء الله احتمال كبير تكون اخر محاضره. اخر محاضره ان شاء الله. You are welcome. You are welcome Mr. Muhammad. Let's continue. Okay. محدش عنده أسئلة؟ نكمل. طيب استاذ احمد حمدي واستاذ مجدي سعيد، حضراتكم ممكن لو عملتوا تشيك دلوقتي للايميلز اللي بعتوها لي علشان ابعت لكم عليها الملف، هتلاقوا ايميل جاي لكم فيه لينك لفايل. ممكن تفتحوا اللينك ده، احتمال تلاقوه في الجنك، في الجنك ميل.
او اكسل او باوربوينت او ون نوت بمساحة قد تصل الى 25 جيجا. تمام؟ ممكن اخزن عليه فايلز او دوكيمنت بمساحة تصل الى 25 جيجا واقدر اعمل لها شيرينج مع زملاء اللي هيشتغلوا على نفس الملف ده او هيعملوا له ايديت او هيضيفوا ليه بيانات وهكذا. تمام؟ طيب ممكن الملف بتاعي ده اول ما اعمل عليه كليك اول ما افتحه اقدر اختار open in word. لو انا عندي اوفيس 2010 هقدر اتمكن من فتح الملف ده على الوورد علشان اعمل له edit، او اختار edit in browser واعمل edit للملف ده في الاكسبلورر بتاعي، سواء ان انا شغال على فايرفوكس او انترنت اكسبلورر او غيره. حتى لو ما كانش عندي اوفيس 2010، تمام، حتى لو ما كانش عندي اي فيرجن من الاوفيس موجود على الجهاز اقدر اعمل edit في البراوزر. طب تعالوا نجرب edit in browser دي كده. كليك على edit in browser. اول ما كليك على edit هلاقي الصفحة بتعمل loading كده. طبعا المفروض الانترنت في اوروبا والدول المتقدمة ده كله، احنا عندنا في الدول الجميلة بتاعتنا بس ربنا يكرمنا. حتى لو عندك انترنت 8 ميجا هتلاقي نفسك حاسس باحساس غريب. من فضلكم check your mails لحد cannot open this document for any reason. الاسهل ان انا اعمل open in word علشان بس اللودينج ده ممكن تقدروا تجربوه بعد كده. لو اخترت open in browser هيظهر قدامي ريبون بس صغير شويه كده، يعني مش ما فيهوش كل التابس، هيبقى فيه تقريبا هوم وفيو بس. تمام؟ لو اخترت edit in word هلاقي الدوكيمنت اتفتح اوتوماتيك قدامي في الوورد وظهر، اقدر اعدل فيه اي حاجه انا عايزها واقدر اضيف له اي حاجه انا محتاجها. وفي نفس الوقت لو غيرت الحاجه اللي انا عايزها دي وعملت سيف، كل الناس هتشوف ايه؟ كل الناس اللي فاتحه الدوكيمنت، ممكن حد غيري دلوقتي، ممكن الناس اللي انا بعت لها الميل تفتح نفس الدوكيمنت في نفس الوقت وتعدل عليه، ممكن تغير لون التكست مثلا او لون سيل او رقم معين من ارقام السيلز، او تغير الصوره وهكذا. وانا اقدر اتحكم في اللي يقدر يعدل بس او يقدر فيو. مثلا انا كنت بعت الدوكيمنت او اللينك ليه ثلاث اصدقاء، اثنين خليتهم انا مش فاكر مين بالظبط، بس في واحد خليته ما يقدرش يعدل على الدوكيمنت، يقدر يفيو بس او يشاهد الدوكيمنت فقط. تمام؟ طيب بعد ما تعمل تعديل او ايديت تقدر تسيف الدوكيمنت. شايفين اول ما عملت، اول ما قربت ناحيه سيف كده قال لي ايه؟ updates made by other authors and save this document and refresh it with updates. يعني اول ما تعمل سيف هيعمل ريفريش للدوكيمنت بتاعك، سواء حد لو حد غير فيه هتلاقي التغييرات ظهرت قدامك. تمام؟ ولو انت غيرت التغييرات هتظهر عند الاخرين. طيب تغييرات زي ايه؟ زي انك تغير لون او تضيف سطر او تضيف باراجراف او تضيف صوره او تحذف اي حاجه وهكذا. تمام؟ علشان التغييرات دي انت تشوفها. طب لو انت مش عايز تغير حاجه، لو انت عايز تستشير حد مثلا في تغيير حاجه معينه،
تقدر تضيف كومنت او تعليق بحيث كل الناس تشوفه ويبقى مكتوب باسمك. ازاي اعمل الكلام ده؟ من ريفيو تاب هلاقي جروب اسمها كومنت، اقدر اضيف من خلالها، بتحتوي على الاوامر اللي اقدر اضيف من خلالها ايه؟ التعليقات. ممكن اعمل مثلا سيلكت على الكلمة دي او على سطر او على اكتر من سطر، واروح ل ريفيو تاب كومنتس جروب واكليك على نيو كومنت. شايفين ايه اللي ظهر؟ ظهري كومنت وباي ايمن، ده اليوزر نيم بتاعي، يبقى معروف ان في كومنت هنا باسمي مثلا، واقدر اكتب جوه المربع ده الكومنت اللي انا عايزه، مثلا الرجاء او بليز، يمكن في حد ما عندوش عربي، الرجاء مثلا تغيير لون الكلمة الى الازرق، تمام، كتدريب، واكليك انتر، اضغط انتر من الكيبورد واكليك في اي مكان تاني، يبقى في كومنت هنا في المكان ده. مثلا لو انا عامل الفايل ده كتريننج لينا على استخدام الويب ابس، وده كتدريب او كخطوه كاكسرسايز مثلا، ممكن اللي يشوف الكومنت ده يغير الكلمه دي، يغير لونها الى ايه؟ الى الازرق. لو حد فاتح الدوكيمنت، حد فتح الدوكيمنت، مشكله في فتح الرسائل، طيب انا ممكن ابعت لحد تاني ما عندوش مشكله، نيو سنس، لو فتحنا الايميل بتاعنا هنلاقي فوق كلمه سكاي درايف كده، اقدر اختار منها دوكيمنتس، لو اخترت دوكيمنتس هيفتح لي الملفات اللي انا عملتها، اقدر اختار منها الفولدر اللي انا عايزه مثلا، والفايل اللي انا عايزه ده كده، واقول له فيو بيرميشن علشان اعرف انا عامل ايه، انا عامل شيرنج لمين. طيب edit permissions everyone يعني اي حد، my friends and their friends يعني اصدقائي واصدقائهم، friends يعني اصدقائي بس، some friends يعني بعض الاصدقاء، me يعني انا بس. انا اخترت me واقدر اضيف ايميلز هنا وهكذا. انا ضفت ايميل كمان، انا عامل sharing لي الايميلز دي، طبعا لازم الايميل يكون ايه؟ ويندوز لايف او لايف او اي ايمن نمبر 2 وهكذا. طيب لو اخترت، لو عملت سيف كده هلاقي الدوكيمنت بيتعمل له سيف، ولو في اي تغييرات حد غيرها المفروض تكون ظهرت. لو حد ده الكومنت التاني هلاقيه اتظلل باللون ده. طيب لو في اي كومنت من يوزر تاني، لو عندي اي كومنت في الدوكيمنت بتاعي من يوزر تاني ممكن الاقيه بلون تاني، تمام. طيب previous ونكست لو انا عايز اتنقل بين الكومنت. طب لو انا عايز ديليت الكومنت اقدر اعمل ديليت، لو اخترت ديليت هيمسح الكومنت ايه ده اللي انا عامل عليه سيلكت. طيب لو اخترت ديليت اول كومنتس ان دوكيمنت هيحذف كل الايه؟ الكومنتس اللي موجوده في الدوكيمنت، تمام. طيب علشان اعمل شيرنج للدوكيمنت بتاعي واقدر اتابعه، محتاج ان انا يبقى عندي اداه معينه استخدمها في تتبع التغييرات اللي بتحصل على الدوكيمنت. يعني ايه تتبع التغييرات؟ يعني حد دخل دلوقتي على الدوكيمنت وغير الكلمه دي،
تمام، وكتب تعليق على الكومنت بتاعي او كتب ريبلاي للكومنت بتاعي وقال ان هو غيرها، انا هقدر اعرف التشينجز اللي او التغييرات اللي موجودة في الدوكيمنت من خلال ان انا عملت تراك تشينجز او تتبع التغييرات في الدوكيمنت بتاعي، تمام، واقدر اشوف من خلالها التغييرات اللي موجودة في الدوكيمنت بتاعي. هلاحظ ان كل التغييرات انا اللي عاملها، كل ما اعمل نيكست، كل ما اوصل لنيكست او بريفيوس زي ما احنا ملاحظين، ادي كومنت، في كومنت او في تشينج اهو انا عملته قبل كده، نيكست تشينج التاني كومنت تاني، نيكست تشينج التالت كومنت تالت، وهكذا. بعد كده اول ما تخلص، اول ما تنتهي الكومنتس او التشينجز، هتظهر لي رسالة تدل على ان التشينجز انتهت. اقدر اعمل اكسبت او ريجكت للتشينجز لو في اساسا تشينجز، لو عملت نيكست كده او لو وصلت لتشينجز معينة اقدر اكسبت او ريجكت للتشينجز دي. كنا بنقول ايه؟ هل تتذكرون كيف نضع باسورد للدوكيومنت بتاعنا؟ كنا من فايل، صح؟ كنا بنختار ايه؟ بروتكت دوكيومنت، واختار ايه؟ انكريبت ويز باسورد، واكتب الباسورد اللي انا عايزها، تمام؟ يبقى ده كل ما يتعلق بالإيديتنج. طبعا ريستريكت إيديتنج حاجة يعني فيتشر ادفانسد شوية، هيبقى فيها كلام كتير قوي، ممكن احنا نتكلم عليها في مستوى اعلى شوية. كمان نقدر نقارن بين دوكيومنت ودوكيومنت تاني، ونحسب او نشوف نكتشف التغييرات، ونشوف ندمج دوكيمنت تو دوكيمنتس مع بعض، سواء كومبير مقارنه او كومباين دمج، وهكذا. كل دي خصائص ادفانسد شويه محتاجه وقت علشان نتكلم عنها، تمام. ده بالنسبه لكل ما يتعلق. مستر مجدي معايا، حد فتح الدوكيمنت؟ فتح التحكم. انا فاتح التحكم. مستر مجدي كان edit details and add edit details and delete files.
استاذ علي انا بعت لحضرتك ميل، بعت لحضرتك لينك. ممكن ندخل على اللينك ده؟ وصل كده تمام. جرب كده تاني يا استاذ مجدي. حد جرب اي حاجه؟ حد من اللي انا عامل لهم شير جرب اي حاجه؟ اعمل سيف بقى. انا اخدت اللينك وعدلت على الكومنت في اوورد 2010، عدلت على الكومنت. انا قلت لك دوس انتر ورد عليه، دوس انتر واكتب. لو دوست انتر وكتبت هيبقى كانك بترد على الكومنت. اعمل كليك جوه الكومنت ودوس انتر. تمام؟ اعمل سيف بقى. اول ما تسيف قول لي. اتفضل براحتك. كده تمام. تمام يا استاذ مجدي. شايف الكلمة اللي عندها كومنت برضو لسه؟ عملت سيف.
سيم في نفس المكان. ها غيرت اللون الاحمر واخترت سيف بس مش سيف از، صح؟ تمام كده مظبوط. ظهر عندي تغيير، تمام كده مظبوط جدا. ايوه ظهر عندي التعديل فعلا، ظهر عندي التعديل واقدر اعمل له اكسبت او ريجكت، قبول او رفض. او دمج النسخة اللي عندي والنسخة اللي مع حضرتك وهكذا. هيظهر التعديل في المستند اللي على الميل. لو انا عملت له داونلود لجهازي هيتسيف على جهازي، بس طالما حضرتك سيفته على الميل يبقى هيظهر على الميل. تمام؟ احنا بنعمل سيف مش سيف از، لو انت عملت سيف از هتسيف نسخه على جهازك وده مش اللي احنا عايزينه. السكاي درايف بيشتغل كانه سيرفر، كاننا مثلا في، لو انت مثلا في الشغل او في شركه وبتشتغل على دوكيمنت واحد، كلنا بنشتغل على دوكيمنت واحد موجود على سيرفر مثلا، بيتعمل له ابديت اوتوماتيك. لا مش بيتحكم في الملف على جهازك، بيتحكم في الملف على المكان اللي هو موجود فيه. تمام كده.
لاحظوا كده، بصوا على السكرين دي. شايفين last edit last modified by مين؟ by مستر مجدي. تعالوا نشوف مستر مجدي عمل ايه. شايفين غير دي، كتب لي فعلا عندي سهم على الكلمه اللي انا عايزها اللي هو غيرها، خلى الفونت كلر ايه باللون ده، هي كانت بنفس اللون بتاع الباراجراف ده، كمان غير الفونت كلر بتاع دي وكتب ايه، غيرها خلاها بلو. تمام. طيب ممكن كمان كان يكتب انتر هنا، يأدت الكومنت ده في الوورد او يأدت الدوكيمنت في الوورد ويكتب انتر تحت الكومنت، يبقى كأنه بيرد على كومنت، انا غيرتها الى كذا، او تحت الكومنت ده كده يقول ادت الورد دي مش عارف كذا، ناقش بقى في التعديلات دي نعملها. ايه رايكم؟ حد شاف حاجه؟ اللي بيستخدم اوفيس 2007 بقى وما استخدمش اوفيس 2010 لحد دلوقتي، مش عارف بصراحة اعمل فيه ايه يعني. انتوا ايه رأيكم؟ انتوا ايه رأيكم؟ الكلام ده ما ينفعش في اوفيس 2007 خالص خالص، نيفر نهائي. كنا قبل 2007 على فكرة، انا كنت متعود على 2003، قبل 2007 كنت متعود على 2003، وقبل 2010 كنت متعود على 2007 عادي يعني. انت ايه رأيك استاذ اوس؟ اول مرة تحضر معانا النهاردة صح؟ ايه رأيك مين الاسهل، 2007 ولا 2010؟ طيب قول لهم بقى. طب مين بيستخدم 2003 لحد دلوقتي؟ انا بستخدمه عادي مش مشكله يا، انا بستخدم 2003 لحد دلوقتي عادي. بس 2010 اسهل. حد مش فاهم حاجه من الشرح اللي احنا شفناه ده؟ Okay, it's not legal in our lectures in Aldarain Academy to ask for serials or cracks. Okay? This is important. It's not legal to ask for serials or cracks or illegal download links. تمام. يعني انا اللي طلب XP Service Pack 3 جبتها له عشان فور فري. تمام.
اوكي اني كويستشنز؟ الملف معاكم لو عايزين تعدلوا فيه اي حاجه زي ما انتوا عايزين. اه تقريبا. اي اسئله؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ طيب وفي محاضرات في الاكسل؟ في الاكسل هنشوف، هشوف بس صفطة شوية. I guess I will have a break. You are welcome. Thank you Mr. محمد خالد. You are welcome. You are welcome Mr. Ahmed. جزانا وإياكم. حد عنده أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر يعني. عفوا يا أستاذ علي. عفوا. أنا أحب أشكر، أنا بقى أحب أشكر أكاديمية الدارين والبشمهندس إبراهيم نصر والدكتور عمرو أحمد المسلماني والأستاذ مجدي طبعا الدعم الفني، الراجل الذي شرفنا طول المحاضرات دي. أتمنى تكونوا استفدتوا. وأستاذ علي كان معانا في الدعم الفني برضو، يا رب ما اكونش نسيت حد. جزاكم الله كل خير. Thank you Mr. محمد. إن شاء الله بإذن الله قريبا، as soon as possible زي ما بيقولوا. On Excel. Okay. إن شاء الله. أنا بقى عايز أسأل سؤال. ان شاء الله ده اخر، دي اخر سيشن تمام. انا عايز اسال سؤال. الناس اللي لسه مقتنعه، تفتكروا الناس اللي لسه مقتنعه ان الوورد ده برنامج كتابه، رايهم اتغير ولا لا؟ يعني في ناس بتقول الوورد ده برنامج كتابه، انا شايف انهم احسن لهم يستخدموا النوت باد بصراحه يعني. اللي بيقولوا الوورد ده برنامج كتابة يستخدموا النوت باد احسن، ما هو برنامج كتابة برضو يعني. ولا انتوا ايه رأيكم؟ ولا 2007 ولا 2003، مش مفيش حاجة اسمها الوورد برنامج كتابة، الوورد مش برنامج كتابة وبس.
اتمنى اكتر حاجه اتمناها ان العدد ده يكون استفاد. اتمنى كل الناس اللي حضرت معانا تكون استفادت، حتى لو ما حضرش معانا كل المحاضرات. اتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه صغيره. هل سيتم دراسه باقي الاوفيس ام لا؟ ان شاء الله باذن الله، بس انا عايز بس بريك، يعني ارتاحوا مني شويه وطبقوا اللي انتوا خدتوه، وبعدين نرجع غالبا على اول الشهر كده، افضى شويه بس وبعدين نكمل ان شاء الله. وليكن اكسل مثلا، الاكسل مطلب جماهيري. طيب اي اسئله تاني؟ اي اسئله؟ الايميل ده الايميل، اللي عايز الايميل تمام. جزانا واياكم استاذ مصطفى شبل. طيب بالنسبه لموضوع الايميل والاسئله على الايميل، انا عايز بس، انا ما عنديش مانع ان اي حد يبعت لي، اكيد هرد عليه ان شاء الله باذن الله. الايميل مكتوب اهو، الايميل مكتوب اهو اهو. ايمن.حسن@msn.com. تمام، بس انا عايز حاجه، عايز بس اقول رايي في حاجه معينه انا شايفها. اللي بيدور على المعلومه احسن من اللي عايز المعلومه على الجاهز. يعني انا لو في سؤال مش عارف اجابته، انا نفسي لو في سؤال مش عارف اجابته لما اغلب خالص بسال حد، انما الاول بدور على جوجل، وبدور ابسط حاجه ادور على جوجل، ادور في الكتب اللي عندك لو عندك كتب، انا بدور في الكتب اللي عندي وبدور على جوجل وهكذا. انا عايز اكتب حاجات رياضيه كمدرس بس بالعربي. اتكلمنا في الموضوع ده، فاكرين موضوع السيمبلز؟ حد فاكر السيمبلز والايكويشنز؟ صح، ايوه افتكرت، هي دي. سوري 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 يا مستر مجدي، سوري. لو عايز اكتب الارقام في الوورد بالعربي، اللي عايز يكتب الارقام في الوورد بالعربي، الارقام بتتكتب بالانجلش. انا جاوبت على السؤال اللي انا سالته ولا لا؟ الارقام في الوورد بالعربي، بس مش عارف دي من الويندوز، دي تغيرها من الويندوز. بس لما تغيرها من الويندوز هتلاقي كل الارقام بتاعتك بقت بالعربي. وعلى فكره، وعلى فكره في حاجه، الارقام اساسا اللي احنا بنسميها الانجليزي هي دي الارقام العربي. لو في حد ما يعرفش، يعني الارقام اللي احنا بنسميها الانجليزي دي هي الارقام العربي، والارقام اللي احنا بندور عليها اللي احنا بنقول عليها العربي دي الارقام الهندي. الهندي. فالسؤال المفروض يتسال، انا يا مستر ايمن انا الارقام عندي كلها بتتكتب بالعربي وانا عايزها تتكتب بالهندي، اكتبها ازاي بالهندي يا مستر؟ صح؟ بس الطريقه مش مقتنع بيها بتاعت الشيدنج، صح؟ انا كنت قريت حد كاتب كومنت على الفورم ان انا بعمل شيدنج لكل وهايلايت لكل التكست. ايوه
صح، انا بحيي الناس المجتهده دي. طيب لو انا عملت، لو انا رسمت شكل زي مربع مثلا في الهيدر، بدات بيه في الهيدر كده ومليته كل الصفحه، وانا عارف ان انا عارف وانا بستخدم الهيدر والفوتر في الوورد ان انا اقدر اطبق الهيدر على سيكشن معين، تمام صح؟ مش انا كنت بقدر اخلي كل سيكشن بهيدر معين، اقدر ارسم مربع باللون اللي انا عايزه واخفف في اللون على قد ما اقدر، وبالتالي بلون مختلف ممكن اطبق الباك جراوند كولر على اول سيكشن والباقي كله ارسم فيه ايه مربعات. طبعا مش هيبقى عندي 100 سيكشن، دي انسب اجابه في رايي. ممكن نجربها. عفوا يا استاذ مصطفى. طيب نلتقي ان شاء الله باذن الله قريبا، القاكم على خير. فوتر وهيلر عادي في نفس الوقت براحتك. حد عنده اسئله؟ علشان ما عطلكوش اكتر من كده، احنا تقريبا قربنا نخلص الوقت الرسمي للمحاضرة. في ناس سألت، معرفش كانوا موجودين ومشي ولا لسه موجودين، في ناس سألت على اوراكل، بتسأل اوراكل ده بتاع ايه؟ اوراكل ده اسم شركة مش اسم برنامج، صح؟ في حد كان بيسأل على اوراكل، حد ده موجود ولا لا؟ شكله مش موجود. طب في حد تاني كان بيسأل على الماكرو؟ اوكي ثانك يو مستر محمد خالد، ثانك يو فيري ماتش. حد تاني كان بيسأل على الماكرو؟ برضو مش موجود، صح؟ الناس اول ما لقيت الشرح خلص ان 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 مش كنت هقول انقشعوا يعني، بس مش مشكله افرنقعوا يعني. الماكرو ده عبارة عن حاجة زي، عارفين الفوتوشوب؟ حد اشتغل فوتوشوب قبل كده؟ في الفوتوشوب في حاجة اسمها اكشن، صح؟ عارفين الاكشن؟ الاكشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الاكشن؟ اعدادات مسبقة لحاجة معينة، او بيسجل خطوات معينة بدل ما تكررها كل مرة، صح؟ بحيث انك تطبقها على اكتر من تصميم. نفس الكلام بالنسبة للماكرو في الوورد، برضو بيطبق خطوات معينة على تكست، او بيسجل اجراءات معينة علشان تطبقها على تكست بعد كده. تمام. حد عنده أسئلة تانية؟ You are all welcome. طيب
انا شايف حد لسه بيكتب استاذ ايمن حسن اللي ايه دي مش مشكلة ما علينا ما علينا خطأ مطبعي مش مهم. نلتقي ان شاء الله قريبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. حد عايز يسأل؟ في حد عايز يسأل صح؟ محدش عايز يسأل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اترككم في رعاية الله وامنه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.